هنتكلم عن باتش 12.12 واللي رايت هتنزله ان شاء الله يوم الاربعاء 22/6 الجاي، واللي رايت بتحاول تصلح فيه كل المشاكل والهبل اللي هم عملوه في باتش الديورابيلتي. واول تغيير لاقوى تشامبيون في الوقت الحالي هو يعتبر شامبيون بروكن، لدرجه ان برو بلاير جوكس اللي كان بيلعب فريق جي 2 قبل كده وتيم ليكويد قال ان الشامبيون ده يعتبر بيساوي الهول هاك والانبوت في العاب الشوتر، وهو الشامبيون سنج. ايوه سنج كان اقوى تشامبيون في الميد لين في الفتره اللي فاتت، درجه الوين ريت بتاعه وصل لحد 56%، رقم مجنون جدا لاي تشامبيون ان هو يوصله. بروكن لسه لحد دلوقتي بسبب ان هو مش محتاج ان هو يلعب اللعبه. كل اللي عليك تعمله ان انت تسيبك من الميدلين خالص وتطنش، ولا كانك بلين ولا بتفرم ولا اي حاجه، انت تشغل البريستور ويطلع على التوب او الميد تجيب لك كلايه وجي جي والبليد، انت بتلت التيم اللي قدامك وتخليهم كلهم يسلموا في بعض. لما اصلا حتى في الماستر وفي التشالنجر ما بيحترموش البنجات. والشامبيون ده ابتدى يظهر معانا في الوقت الحالي على الرغم ان هو كان بروكن في الميدلين لمده 3 أو 4 أو 6 شهور، حاجه كده كبيره قوي، بس هو ما ظهرش بسبب ان هو الشامبيون ضعيف جدا في اللين، يعني الفيس والال جيم بتاعه ضعيف جدا. فمع تغييرات الدرابيتي وشويه الارمور وماجيك ريزيست زياده دول ما خلوش سنج يبقى لقمه سهله لاي حد بيلعب قدامه. ده برضه بالاضافه لدمج التورت اللي زاد ده، واكتر شامبيون بيعرف يشقلب الشامبيونز اللي قدامه تحت التورت هو مين؟ المعلم سنج. اي حد ما يحترمش تروح جاي مشقلبه تحت التورت وعلى طول تجيب الكلايه. فرايت عشان تعالج الموضوع ده اول حاجه عملتها ان هي عملت نرف للرون اللي اسمها بريدتور. ايوه زي ما انت سمعت كده بالظبط، عملت نرف للرون بسبب شامبيون واحد. تخيل فدلوقتي بريدتور في الايرلي جيم تقريبا هتديك نص سرعه الحركه انت كنت بتاخدها عن قبل كده، بس عشان الرون ما تقعش قوي فهم زودوا لك الموفمنت سبيد دي في الليت جيم، وقللوا برضو الدمج اللي بتعمله الرون بس قللوا لك الكول داون. طب ايه هم عايزين يعملوا ايه بالظبط؟ عايزين الرون دي ما تبقاش قويه قوي في الليت جيم، فالامباكت بتاعك وتاثيرك يبقى اقل بالرون دي بس تبقى اقوى شويه في الليت جيم، يعني من الاخر كده مش هتعرف تروم قوي زي الاول. وبرضو الستاتس اللي انت بتاخدها من الار بتاعتك، ان تقريبا لما تفتح الار سنجز بتاخد كل حاجه، اي بي ارمور ماجيك ريزيست هيلث جنريشن مانا ريجنريشن، كل حاجه في اللعبه بتاخدها تقريبا. فبدل ما كان في الايرلي جيم بتاخد 30 في كل حاجه من دول هتاخد 20 بس في الليت جيم هتاخد 100 بدل 90، يعني من الاخر كده الشامبيون هيبقى اقوى جدا في الليت جيم بس في الايرلي جيم هيبقى اضعف. برضه ضربه الدبليو في السلو بتاعتها عشان يضمنوا ان سنجد حتى لو عمل روم ما يبقاش بنفس خطوره قبل كده. نسيبنا بقى من سنجد لهبل ونطلع على اقوى شامبيون في التوب لين في الوقت الحالي، وهو الشامبيون اللي لو لعبته صح مستحيل تخسر اي لين، وهي فيورا. ايوه فيورا هيحصل لها نرف اخيرا، والنرف جاي لها في الباسف بتاعتها. دلوقتي الماكس هيلث دامج اللي انت هتعمله لما تضرب الباسف في الفايتل، طبعا انت عارف انت الباسف بتاعت فيورا، فيورا بتعرف نقطه ضعف العدو لما تضربه فيها بتعمل عليه ده مش زياده، بيكون في اتجاه كده بتضرب فيه الشامبيون اللي قدامنا. بعد كده باف معمول للشامبيون في التوب لين احنا تقريبا نسيناه من كتر ما هو ما اتلعبش قدامنا، وهو يورك مين فينا بينزل قدام يورك ويبقى فرحان. انا من نفسي بكره حياتي لما بنزل قدام الشامبيون من الكلب. فدلوقتي هو واخد باف في الباسيف بتاعته، عارف انت المين الصغيره اللي بيطلعوا من تحت الارض اللي هو بيطلعهم بالكيوب بتاعته دول، دلوقتي هيكون معاهم اتش بي اكتر وفي نفس الوقت سرعه حركتهم هتكون اعلى. برضه في تغيير حلو جدا للالت بتاعت يورك واللي اسمها ميدن، واللي دلوقتي هيبقى الاتش بي بتاعها اعلى في كل مراحل الجيم، يعني هيبقى صعب قوي ان اي حد يقتلها. في نفس الوقت انت لما بتحدف الاي طبعا انت عارف ميدن بتفضل تجري ورا الشامبيون او الشيء اللي انت عامل عليه الايد، ممكن تسرح بعيد عنك وممكن الاعداء اللي قدامك يقتلوها، فدلوقتي هيقللوا المدى بتاع الرينج بتاع الشيز ده. كده ميدل مش هتبعد قوي عنك وهتفضل انت محافظ على مدى قوتك، لان ميدل هتفضل قاعده معاك على طول، وطبعا احنا عارفين ان يورك من غير ميدل ما بيبقاش في نفس مستوى قوته. واخد شامبيون معانا في التوب لين هيتغير، وهو الدكتور موندو اللي كان هايز تغييرات الدرابيلتي اللي حصلت في الفتره الاخيره دي، كان فرحان قوي بموسم التنكات اللي ضرب في اللعبه فجاه ده، فهو دلوقتي هياخد نرف معانا، والنرف جاي له في الباسف بتاعته، ودلوقتي الهيلث ريجنريشن اللي هو بياخده من الباسف هيكون اقل من قبل كده، ده هيأثر عليه في اللين جدا، واي تيلا وحشه هو هياخدها هيتعاقب عليها اكتر من الاول. ده برضه بالاضافه للنرف اللي هيحصل للالتمت بتاعته، دلوقتي الهيلث الاضافي اللي انت هتاخده اول ما بتضغط على الالتمت هيبقى اقل من قبل كده. هنسيبنا بقى من موندو ونسيبنا خالص من التوب لين ويطلع على الجنجل ونشوف بالفيس الشامبيون الجديد اللي لسه نازل مالوش يومين واللي هياخد نرف معانا في الباتش الجاي. اول حاجه مدى الاوتو اتاك بتاعك هيزيد، يعني ممكن تضرب الاعداء من مدى ابعد، بس في نفس الوقت الاتش بي ريجنريشن بتاعك هيقل. وقال لك الدمج اللي انت بتعمله من كل ضربه من ضربات الاي بتاعتك، يعني من الاخر كده الاي بتاعتك الدمج بتاعها هيكون اقل من الاول. وبرده عندك الار اللي فيها تغيير او نرف كبير جدا. اول حاجه الدمج اللي انت بتعمله بسبب الانفجار اللي بيحصل لما انت بتاكل الكورال، سواء لما تقتل تشامبيون او تقتل او هيرالد هيقل عن قبل كده. وبرده الاوتو اتاك بتاعتك لما بتاخد الترو فور مش هيكون عندها نفس المدى، مش هيكون عندها نفس الرينج. وبرده الاطفال بتوعك الصغيرين اللي انت بتاخدهم لما بتقتل مينيونز من الاعداء هيبقى الهيلث بتاعهم اقل شويه في الايرلي جيم. بس اكبر نرف دلوقتي الاتاك سبيد الاضافي اللي انت بتاخده من كل ستاك هيقل، بس في المقابل لما تقتل لارج مينيون، يعني لما تقتل كانون مينيون بتاخده على ستاك. التغييرات دي بالتاكيد هتاثر على قوه السكيلينج بتاع بلفيس، وده اللي احنا هنشوفه في الباتش الجاي. ومعانا بعد كده تغيير او نرف باف مع الله اعلم بس هيحصل لشاكو، وهيبقى نرف لو انت لعبت بدايه التوربو كيم تانك اللي ابتدينا نشوفها في الفتره اللي فاتت، في ناس كانوا بيلعبوا بيها، وهيبقى باف لو انت بتلعب اي دي او اي بي شاكو. فايه اللي هيحصل؟ اول حاجه الاتش بي والارمور بير ليفل بتوعه هيقلوا عشان يخلوك تلعب دامج اكتر، فهم هيزودوا لك الاي دي ريشيو في الكيو، وهيزودوا لك الابيتي باور في البوكس بتاعك، يعني انت لو بتلعب اي بي البوكس اللي انت بتحطه بالدبليو هتطلع
هتطلع دمج اعلى، وسواء بتلعب اي دي او اي بي الاي بتاعتك هتطلع دمج زياده. يعني الاخر كده مش هنشوف تانك شاكو تاني بعد الباتش ده. نيكس معانا فيجو اللي كان مبهدل الدنيا وخربها بعد تغييرات الديورابيليتي، الناس كلها زاد الاتش بي بتاعهم وبقى تانكي اكتر، والمعلم بقى نازل لهم بالبليد اوف زارون كينج والديفاين ساندرر ونازل جلد في التانكات. فرايت اول حاجه عملتها عشان تعرف بس ان الشركه دي بتحارب السكيل وبتحارب الحاجات اللي هي الصغيره في الشامبيونز، عايز الشامبيونز كلها تكون مسطحه خالص. لغوا الميكانيكس اللي بتخلي فيجو يضرب دبليو اي والدبليو بتاعته ما تبانش ان هو بيعمل لها كاستنج. يعني انت لو بتلعب فيجو دلوقتي روح جربها، انت لو دوس دبليو اي على طول بعديها انت الدبليو بتاعتك ما بتبانش، الانمي اللي قدامك العدو اللي قدامك ما بيشوفش ان انت بتشحن الدبليو. هم شالوا الحركه دي. مش بس كده، كمان قالوا لك الدمج بتاع الالتيميت والهيل اللي انت بتاخده من الباسيف بتاعك، فبالتالي فيجو هيبقى اضعف بشكل ملحوظ عن قبل كده. بعد كده معانا باف هيحصل لجارفان، دلوقتي المانا بير ليفل بتاعته هتزيد، يعني المانا بتاعته هتزيد كل ليفل، وفي نفس الوقت الباسيف بتاعته في الليت جيم هيبقى الكول داون بتاعتها 3 ثواني، فعشان كده الشامبيون ده ممكن يلعب دمج اكتر، وممكن نشوفه بدل ما هو كان بيلعب ببدايه التربو كيم تانك، برضه هو المعلم ده برضه كمان كان بيلعب ببدايه التربو كيم تانك وبدايه تانك فول تانك كده غريبه جدا كان بيشيل الفتره اللي فاتت، شكلها عايزه تشجعه برضه زي شاكو ان هو يلعب بالدايه بتاعته العاديه اللي فيها جورد رينكر دانس وكده، يبتدي يعمل دمج يعني من الاخر. باكس معانا ايفرن اللي هيحصل له باف كبير جدا، وباف جاي له في كل حاجه تقريبا، اول حاجه عندك الباسيف بتاعته وهي الحاجه اللي بتخليه يفرم كامبات الجنجل، دلوقتي مش هتاخد من الهيلث بتاعك ولا المانا بتاعتك زي الاول. مش بس كده، كمان جاله باف حلو جدا في الاي بتاعته، دلوقتي الشيل بتاعك هيزيد في كل مراحل الجيم، غير بقى ان دايزي وهي الالت بتاعته والهيلث بتاعها هيكون اكتر. نطلع بقى للميجدين ونشوف ان هايمردنجر في الميد جاي له باف حلو جدا، دلوقتي التورتات بتاعته اللي هي الكيو بتاعته دلوقتي التورت هيبقى الهيلث بتاعه اكتر، يعني انت صعب قوي لو بتلعب قدام هايمردنجر انت تكسر له التورتات، غير ان دلوقتي التورتات هتطلع دمج زياده. ومش بس كده، كمان قالوا لك الاي بتاعتك الكول داون بتاعت القنبله اللي بتعمل الصن دي ثانيه في كل مراحل الجيم، فهل ده هيكون باف كافي عشان نشوف هايمردنجر يبتدي يتلعب تاني زي الاول ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الفتره الجايه. بنشوف اللي معانا بعده في الميد لين اللي جاي له باف برضه هي اني، انا مش فاكر امتى اخر مره شفت اني، وعشان كده رايت ابتدت تدي لها بافات على اي نعم هي بافات بسيطه بس هتفرق معاها جدا. اول حاجه كيو دامج بتاعك هيزيد، بس هيزيد في الاي بي ريشيو هيزيد 5%، وده هيفرق معاك قوي كل ما الجيم ما بيطول، يعني هتبتدي تحس بالفرق ده في الليد جيم. مش بس كده، ده كمان في باف حلو جدا للتبرز الار بتاعت اني، ايوه الدبدوب بتاعها دلوقتي الاتش بي والريزيستنس بتاعته سواء الارمور او ماجيك ريزيست بتوعه هيزيدوا، يعني هتحس ان هو التانكي عن قبل كده. نيكس عندنا كاترينا اللي كان عندها تنوع كبير جدا في البلدات اللي هي ممكن تشتريها، دلوقتي رايت عايزه تحجمها شويه، وده اللي احنا هنشوفه بنسبه تغيير الباسيف، الاي دي ريشيو بتاعك هيقل، وبرده عندك الاي دي ريشيو بتاعها هيقل برده، بس في المقابل زودوا لك الاون هيت بتاع الار وفي نفس الوقت البونص اي دي ريشيو بتاع الار. وبكده مش هنشوف كاترينا بتلعب بديفاين ساندرر ولا بديس دانس ثاني. نروح بقى للانسيهات، واول انسيه هنتكلم عليه وهي زيري اللي هتاخد نرف في الدبليو بتاعتها، دلوقتي الدمج بتاعها هيقل في كل مراحل الجيم. الدبليو بتاعتها في الليت جيم الفتره اللي فاتت كان بتطلع كميه دمج مش طبيعيه، كانت ممكن تجيب تلت الهيلث بتاع اي شخص بمجرد انها تيجي فيه، ده بالاضافه للسلوب بتاعها الممل جدا، بتحس ان انت اتلزقت في الارض ومش عارف تتحرك وزيري عماله تلسوع فيه. وعشان يبالانسوا الموضوع ده شويه زودوا لك في الاتش بي جنريشن وزودوا لك برضه اتش بي جنريشن انت بتاخده كل ليفل. نيكس معانا النرف المنتظر وهو نرف اللوشن اللي كان مكتسح البوت لين بقاله فتره كبيره جدا هو ونامي. اللوشن نامي بيتلعبوا في البوت لين بيكسبوا اي بوت لين بمنتهى السهوله وبيعملوا سنو بول لاي جيم هم بيخشوا فيه وبيعرفوا ان هم يكاروا الجيمات بالطريقه دي. فدلوقتي رايت عملته نرف في البيس اي دي بتاعه، يعني انت هتخش الجيم معاك 2 اتاك دامج اقل. انا شايف ان النرف بسيط جدا على تشامبيون بروكن بالطريقه دي، 2 اتاك دامج ما هماش هيعملوا الفرق الكبير، يخلي اي حد بيلعب لوشن ما يبطل يلعب بيه، بس هم ادولك نرف في الكيو بتاعته وخلوها تعمل دامج اقل في الليت جيم. هم في الاخر كده مستهدفين بالنرف ده الليت جيم بتاع لوشن، هم عايزينه يفضل قوي قوي في الليت جيم زي ما بس هو، بس يبتدي يقع في الليت بحيث انه يخلي فيه فرصه للانسيهات الثانيه ان هي تعمل له اوت سكيل او ان هي تعرف تعمل معاه حاجه في الليت. يعني نروح بقى تغييرات السبورتات، واول سبورت هنتكلم عليه وبف حلو جدا جاي لبلادز كرانك، والبف جاي له في الكيو والالتيميت بتاعته، دلوقتي هيطلعوا دامج اكتر في كل مراحل الجيم. واللي بعده في تغيير جاي لسوراكا، والتغيير جاي لها في الالتيميت بتاعتها، دلوقتي الالتيميت بتاعتك مش هتشيل الانتي هيل، يعني الجريفيس ووند مش هتشيلها الالتيميت، بس في المقابل عشان يعوضوك زودوا لك الهيل اللي بتعمله الالتيميت. ميكس معنا سرافين، دلوقتي السي سي اللي انت بتعمله بالاي المده بتاعته هتزيد، بس في نفس الوقت الكول داون بتاعت الاي هتبقى اقل في الالي جيم بس هتبقى اعلى في الليت جيم. برضه عندنا جانا اللي هتاخد نرف في الباتش الجاي لان هي قويه جدا في الوقت الحالي، والنرف جاي لها في الاي بتاعتها، الاي بتاعتها دلوقتي مش هيديك شيلد قوي زي الاول، الشيلد بتاعها هيكون اضعف. مش بس كده، ده كمان الدبليو بتاعتك البونص موفمنت سبيد اللي انت بتاخده هيكون اقل، وفي نفس الوقت الدبليو لما تضربها على حد مش هتبطئه زي الاول، يعني نسبه السلوح هتكون اقل عن قبل كده. دلوقتي بقى معانا يومي اللي هتاخد نرف قوي جدا في الاي بتاعتها، والنرف جاي في الهيل في الليد بس هم زودوا لك الشيلد بتاع الباس بتاعتك، يعني عايزين يومي مينز يبتدوا يلعبوا الجيم ويستخدموا الماوس اللي هم ما بيستخدموش خالص. ده غير بقى اللي في الباتش ده هتنزل سكنات جامده جدا زي سكنات سنو مون كين ويلاوي وكيتلين وبرده سكنات اشن نايت بانسيون. ما تنساش بقى يا بطل اللايك والسبسكرايب ودوس على الفيديو اللي قدامك الشاشه
ده فيديو جامد جدا.